قديت الكمام مزيان وغادي نقطع. صافي دابا هاد الكمام خصني نفسقهم. دابا من هنا كانت لي بهذا الشكل هكا فاش فسقتها، اذا بهذه الطريقه هكذا، اذا عبرتها على هاد البلاصه. هانتوما راه جايين مزيانين نفس التقطه، يعني الا كانت عندك واسعه راك تتنقصي منها باش يجيك داك التكماش ديالها يجيك مزيان. دابا غادي نعالج لها هذا الشيء اللي دايرين لها خياطه سواقيه. اذا غادي تفتقي هذا الشيء وغادي تخيطيها بطريقه اللي تكون مزيانه. اذا فاش تفتقيها غتجي بهذا الشكل هكذا، وغادي تقبطيها بهذه الطريقه هكذا وغادي تخيطيها من هنا. عاد غادي نقلبوها. اذا غادي نمشيو نخيطو. دابا قبل ما نمشي نخيط غادي نخلي الكمام ديالي بهذه الطريقه نيت، وغادي نمشي نعلمهم بهذا الشيء هنا هكذا، وهذه كذلك غادي نعلمها، لان هنايا عندي الخياطه، هنا راها معلمه لي المنتصف ديال الخياطه، وهنا علمتها بهذا الشكل باش منين نجي نمونطيها تسهل لي. غادي نخيطو. دابا في حاله ما كانش عندك انت هاد الفاندا هذه وكنتي نقصتي كميه كبيره، اذا تتمشي عند هاد الطرف النيت هذا وتتنقصي منه الحجم اللي بغيتي بهذا الشكل هكذا، تتشوفي الحجم اللي غادي تمنطلك بالنسبه للكم بهذه الطريقه هكذا، و تتقطعيه بهذه الطريقه هكذا. اذا راه متني على جوج تتقطعيه بهذه الطريقه بهذا الشكل، وتتخيطيه من هنا. صافي تتخيطيه من هذا الشيء هكذا، وعاد تتقلبي هذا الكمام ديالك بهذه الطريقه هكذا، ولكن بشرط يكون تيتيري، وعاد تنطيه هنايا الكمام بهذه الطريقه باش يجيك الفينيسيون ديالو زوين. صافي اذا نفس الدور اللي تيلعبو هادو. اذا غادي نخيطوها كذلك بالنسبه للسروال الا بغيتي ديريها له من التحت، اذا نفس العمليه. غادي نبداو الخياط. اذا غادي نقبض هادي هاد الفي اللي جايه بحال الفي، غادي نحطها على هادي وغادي نخيطها بهذه الطريقة. غادي نزيد لها واحد الخياطة أخرى. غادي نقلبها بهذه الطريقه وغادي نجمعها من هنا، نحط الخياطه على الخياطه وغادي نجمعها بالطريقه. اذا غادي ندير لها الخمسه خمسه، علاش؟ باش تخلي ليا تجبد لي. صافي اذا دابا جاهزه باش نمونطها لكم. ها انتما واخا تتجمدي هكذا ما ترتقلكش، ما تسمعش الترطاق ديال الخيط ما يترتقلكش. اذا غادي نمونطوها دابا باش يبان لي فينيسيون ديالها زوين بلا ما ندير لهاد القطعه حيت
الثوب ديالها مشعر هكذا، غادي يخرج لي على السرجي. اذا هذه القطعه اللي هذا درت لها السرجي، وغادي ندير لها المنتصف ديال صافي. خيطتها شويه من هنا باش هاد البلاصه راح تيكونوا دايرين لها غير السرجي، خيطتها بالخياطه. دابا شنو غادي ندير؟ دائما ملي تكوني تخيطي هاد الكمام تتكون واحد البلايصه احسن من واحد البلايصه. اذا هذه شوف كيفاش دايره، هاد المنطقه ديالها ما جاياش فينيسيون ديالها زوين، اذا هذه جايه الفينيسيون ديالها زوين، اذا هي اللي غادي نخلي بهذا الشكل هكذا، وغادي نجيبها لها مع الخياطه بهذه الطريقه صافي. بغيت تشدي انت بالفناتي شدي. اذا انا غادي ندير لها بهذه الطريقه هكذا، وغادي نخلي القطعه اللي كبيره هي اللي لتحت. وهنا شوفوا شنو غادي ندير، غادي نمشي عند هذيك البلاصه اللي تراسيت هي هذه، غادي نحطها مع هذه هكذا، وغادي نقبطها بيدي، وداكشي اللي شاط لي كله غادي نشربه بهذه الطريقه هكا. اذا شوف تنقسمها على جوج، ها انتما صافي. اذا ها هي ضمنت العلامه مع العلامه، تنشدها هكا بيدي، واليد الاخرى تتقسم لي في المنتصف، تنجبد هكذا وتتقسم لي هذه القطعه في المنتصف بهذه الطريقه هكذا، وتنخيط القطعه الاولى ونخيط القطعه الثانيه. ها انتما قبضتها بيدي هكذا باش نوخر اليد بهذا الشكل هكذا، ونرجع وغادي نخيطها بهذه الطريقه، وغادي نزيد كذلك هكذا حتى نوصل عند المنتصف. من بعد ما وصلت للمنتصف كذلك هذه غادي نوخرها بهذا الشكل هكذا، وعاد غادي نخيطها. الكم ديالنا غادي نقلبو بهذه الطريقه، اذا تيكون قاد بلاصتو مزيان وتيكون فيه فينيسيون مزيان. اذا ها هو الفينيسيون ديالنا، ما بقاتش ديك الخياطه السواقيه من هنا تتبان. اذا مادام حليتي الحاجه الا وسقديها مزيان صافي. اذا انا غادي ندير لكم الاخر، هو الشكل النهائي ديالنا. اذا انا غادي نخدم كذلك هذه، ها انتم شوفوا كيفاش خياطه سواقيه. اذا غادي ندير نفس العمليه، غادي نقص لها في الكم وغادي نخدمها. اذا وكذلك الكم الاخر، ماشي مجيش نفس التقدم، انما انا ما غاديش نقطعها. شوفوا شنو غادي ندير، غادي نحط القطعه الكبيره هي اللي لتحت بهذا الشكل هكذا، ومنين نجي نمونطي الكم غادي نمونطيه بالجهه اللي درت لتحت، هي اللي غادي تجي لداخل ديال الكم. اذا ما غاديش يبان لي فيها نهائيا ديفو هاد البلاصه اللي مسرحه، انا غادي نحطها الفوق هكذا. هاد البلاصه اللي مكيمشه هنايا هي اللي غادي نجيب لتحت صافي،
اذا الكم ديالي غادي يجي عادي، لانني كون نقصته غادي تجيني مرجله ليا الخدمه. وغادي نخيطها كذلك من هنا وندير لا سيرجي نفس العمليه. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. اذا تجيكم بهذه الطريقه. شي داك التكماش راه كاين لداخل ومن هنا مسرح. وهذا الكم اللي خدمنا. تنتمنى تكون عجبتكم الفكره. مع السلامه.